السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في التمرين الجديد من تمارين درس الاتصال داله الاعداديه. اذا في هذا التمرين غادي نحاولوا نشوفوا تطبيق لمبرهنه القيم الوسيطيه، ولكن هذه المره سنطبق مبرهنه القيم الوسيطيه على R، يعني المجال هو R ماشي A B، لان عاده المجال A B كيكون سهل الدراسه. دابا غادي نحاولوا نشوفوا المجال R، يعني على المجموعه R، يعني ناقص لنهايه زائد لنهايه. إذن بين أن المعادلة x أس 3 زائد 2 x زائد 1 تساوي 0 تقبل حلا واحدا في R. إذن غنحاولوا نشوفوا المبرهنة شنو كتقول. المبرهنة الصيغة الثانية ديالها، لأن عندنا المبرهنة القيم الوسطية عندنا الصيغة الأولى والثانية. الصيغة الأولى فيها 2 شروط، والصيغة الثانية خصها تكون 3 شروط. إذن إذا كانت f متصلة ورتيبة قطعا على R على إي مجال إي، فإنه لكل ك ينتمي إلى F لإي كعدد حقيقي ينتمي إلى F لإي، أي الصورة ديال المجال إي، المعادلة F لإكس تساوي ك تقبل حلا واحدا في إي. إذا هنا خصنا نبين بأن F متصلة ورتيبة على إي، وخصنا نلقى بأن ك كفي هذه الحالة إلا كانت f لx كتساوي صفر كتكون هي صفر. إذن لكل ك كتنتمي ل f ل a، أي الصورة ديال المجال a، المعادلة تقبل حلا وحيدا في a. إذن غادي نحاولو نشوفو شرط بشرط. نضع f ل x تساوي x أس 3 زائد 2 x زائد 1، المجال هو R. إذن أول شرط هو ديال الاتصال، f متصلة على اي لان هذا الحدوديه وبالتالي هي متصله على ار. اذا اي هي ار، اذا اف متصله على ار لانها داله حدوديه وجميع الدول الحدوديه متصله على ار. الشرط الثاني دابا ديال الرتابه، اذا خصني نحسب الداله المشتقه. اذا لما يكون x كتنتمي ل R، f بريم تساوي إذا المشتقة ديال x أس 3 زائد 2 x زائد 1، إذا هي 3 x مربع، المشتقة ديال 2 x هي 2، والمشتقة ديال 1 هي 0. إذا غنحاول نشوفو الإشارة ديال f بريم على مجال R. إذا لدينا 3 x مربع هذا هو عدد موجب، دائما x مربع عدد موجب، إذا أصغر أو تساوي صفر. لكل x كتنسمي ال R، مهما يكون x كتنسمي ال R فدائما مربع العدد موجب. إذا 3x مربع زائد 2 أكبر قطعا من الصفر، مجموع عدد الموجبان سيكون دائما موجب، وبالتالي f بريم إذا مهما يكون x كتنسمي ال R، f بريم ديال x أكبر قطعا من الصفر. إذن f بريم تزايدية قطعا على R. إذن قلنا الشرط الثالث، الشرط الثالث سنبين فيه بأن ك كتنتمي ل f ل a، إذن خصنا نحسبو f ل a. إذن f ل a اللي هي R، إذن هي f ديالاش ديال الناقص لا نهاية زائد لا نهاية. إذن بما أن الدالة تزايدية ف f ديال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية كيساوي لنا المجال، يعني الليميت ديال f في ناقص لا نهاية، الليميت ديال f زائد لا نهاية. إذن نحسبو الليميت ديال f في ناقص لا نهاية هو الليميت ديال x أس 3 زائد x زائد 1 في ناقص لا نهاية. إذن دالة حدودية، إذن هو الليميت ديال أكبر حد اللي هو x أس 3 كيعطينا ناقص لا نهاية. الليميت ديال f دو x زائد لا نهاية كيعطينا الليميت ديال x أس 3 زائد 2 x زائد 1 ناقص زائد لا نهاية. إذن هو الليميت ديال أكبر حد
إذن زائد لا نهاية، وبالتالي اف ديال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية كيساوي لنا المجال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية اي ار. إذن حنا خصنا نبينو حسب المبرهنة، كيقول لك إذا كانت بشكل عام اف ديال اكس كتساوي كا، خصها تكون كا كتنتمي لاف ديال اي. إذن بما أن وكفة الحالة بالنسبة لنا حنا هي صفر، إذن بما أن صفر ينتمي إلى اف ديال اي اللي هو ار، أي ينتمي إلى ار، أي صفر ينتمي إلى ار، فإنه حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة، إذن ثلاثة شروط كاملين محققين، إذن المعادلة f لي x تساوي x أس 3 زائد جوج x زائد واحد تقبل حلا وحيدا في r.